عليكم يا جماعة، معاكم يحيى. فيديو جديد، فيديو سريع لأن لقيت ناس كتير الفترة اللي فاتت بتشتكي من إن الفيديوهات طويلة، فهحاول ألخص شوية. بس يعني عشان أبقى صريح معاكم، أنا بحب الفيديوهات تكون أطول لأني بحس إني مرتاح أكتر، بحب أرغي يعني من الآخر، وبحس إن ده مكان يوتيوب اللي هو لهذا السبب خلق يوتيوب. وفيديو سريع لأني برضه هكلمكم عن الموبايل الأسرع من نوعه، وهو الريلمي جي تي 3. جهاز فلاكشيب من ريلمي بمواصفات رائدة، وظهره فيه نافذة شفافة بتنور RGB، وبيشحن 100% من البطارية في 9 دقايق. شركات بتتسابق عشان تقدم تقنيات شحن سريع، شفنا 100 واط و 120 واط، ولكن دي أول مرة نشوف 240 واط. ده أول موبايل في العالم يجي بتقنية الشحن المجنونة دي، وهو يعد دلوقتي أسرع موبايل بيتشحن في العالم. الشيء اللي كان عجيب جدا هو إن الشاحن ده حجمه صغير قوي على كمية الواطات دي، يعني ده حجمه جنب شاحن 90 واط من أبل، والشاحن ده بالكابل بتاعه بس هما اللي قادرين إن هما يشحنوا الريلمي جي تي 3 في 9 دقايق. كفاية أنا كلام كتير، وخلينا يلا نتفرج على الموبايل. تجربة الانبوكسنج فخمة جدا الصراحة. هنتكلم عن كل حاجة في الموبايل، ولكن خلينا الاول نجرب اهم شيء وهي تجربة الشحن. ابتديت التجربة بنسبة بطارية 1%، وتأكدت من ان ميزة السمارت رابيد تشارجنج جوه الاعدادات شغالة. في دقيقتين بس يا جماعة وصل 28%، وبعد 5 دقايق وصل 53%. انتوا متخيلين يا جماعة؟ متخيلين الستاندرد بتاعنا اصلا في الحكم على جهاز ان هو بيدعم الشحن السريع ولا لا، ان هو يوصل الجهاز ل 50% في نص ساعه؟ ده بقى بيوصل ل 50% في 5 دقائق. ايه الهبل ده؟ ايه ده اصلا؟ بعد 9 دقائق المفروض يكون وصل الجهاز ل 100% طبقا لارقام ريلمي، ولكن الجهاز وصل معايا ل 67%. وصل لل 100% بعد ربع ساعه بالظبط. ربع ساعه ممتاز يعني، انا راضي. دي حاجه لو كنت قلت لي عليها من 3 سنين كنت هقول لك انت بتهزر ولا ايه؟ اكيد الجهاز هيتحرق. بس لا ما تقلقش، الجهاز مش هيتحرق ولا حاجه، والجهاز ما شحنش معايا في 9 دقائق بالظبط، لان الموضوع ده بيختلف حسب حاجات كتير، يعني في معطيات كتير ممكن تاثر شويه على سرعه الشحن. درجه حراره الاوضه ممكن تاثر. خدوا بالكم في الاختبار برضه انا كنت مشغل الاولويز اون ديسبلاي، واتكيت على الشاشه اكتر من مره عشان اعرف ادون هو وصل لنسبه قد ايه كل كام دقيقه. وبرضه اختلافات درجه الفولتج اللي تطلع من الحيطه بتاعت كل بلد بتفرق في سرعة الشحن، تأثر على نتيجة الاختبار ده يعني. ولكن في الأوضاع المثالية المفروض إن هو ممكن يوصل للتسع دقايق 100%، وده أنا شفته بنفسي من خلال اختبارات تانية لناس تانية على يوتيوب. وزي ما قلت لك الجهاز مش هيحصل له حاجة، لأن يعني ريلمي بتقول إنها عملت كل الاختبارات اللازمة للاطمئنان على صحة الجهاز وصحة البطارية وصحة الشاحن وصحة كل حاجة. على فكرة يا جماعة الموضوع كبير لدرجة ان مش بس الشاحن هو الاول من نوعه، لا ده الكابل كمان هو الاول من نوعه. ده كابل 12 امبير، هو الكابل اللازم لتحمل الضغط بتاع نقل كل هذا الكم من الطاقة. والاختبارات اللي ريلمي عملتها اتأكدوا فيها كمان من العامل الامان لشحن البطارية اثناء درجات الحرارة المختلفة في البلدان المختلفة، وخدوا فعليا شهادات من TUV راينلاند اللي بتدي شهادات اعتمادات لحاجات كتير غير البطارية، الشاشات كمان. ومن خلال اختباراتهم دي بيأكدوا ان بعد 1600 دورة شحن الجهاز ده
صحة البطارية بتاعته مش هتقل عن 80%. وطبعا في اوبشنز جوه السوفت وير زي ما قلت لك انك ممكن توقف موضوع الشحن السريع، وممكن كمان وانت نايم بالليل تخليه يقف بس عند 80% ولما تقوم من النوم تشيله وحطه تاني، هيقوم طبعا ناطط من ال 80% في دقائق. واعتقد ان ريلمي اضطرت انها تحط بطاريه حجمها الفيزيكال اصغر شويه عشان يقدروا يحطوا تقنيه الشحن السريع دي. فالبطاريه اللي هنا 4600 ملي امبير بس، لو كويس مقبول يعني مش سيء ابدا. وهنتكلم عن اداء البطاريه كمان شويه، بس نسيبنا بقى من الحته دي خالص وخلينا نتكلم عن بقيه عناصر الجهاز اللي هي اوريدي مبهره جدا. اكيد شفت الديزاين الخرافي، الديزاين ده تحفه خاصه في اللون الاسود اللي معايا. الجهاز ظهره مصنفر كده صنفره شبه الجالاكسي افكت او نجوم او جليتر، واللون ده مع شكل النافذه المظلمه شكله فخم قوي وستيلسي قوي، ويعني تحسه موبايل باتمان كده في نفسه. النافذه الزجاجيه فيها بروز معدني لوحده الكاميرات، ومحتاجك تدقق معايا شويه كده عشان تشوف اللوحه الفنيه اللي تحت هذا الازاز. ديزاين سيمبل جدا وشيك جدا، بيبين تصميم محاكاة كده لشكل المذر بورد بتاع الجهاز. بيتوسطها اسم المعالج السناب دراجون 8 Gen 1 Plus، ايوه معالج فلاكشيب. وحوالين رسمة المعالج دي هتلاقي البولس انترفيس اللي هي عبارة عن لمض LED رسمة شكل الحرف السي، وفي الفراغ بتاع السي ده بخط صغير جدا شعار شركة ريلمي اللي هو دير تو ليب. الحتة دي لوحدها كده من اكتر الحاجات الجذابة في الموبايل، ومدياله شكل شيك قوي ولمسة فنية. هي ريلمي تحب تعمل لمسات فنية كده غريبة. لو تفتكروا الجي تي ماستر اديشن برضو كان مكتوب عليه حاجة كده، وتصميم شكل سلسلة الجي تي دي دايما في حاجة صايعة. المهم ان البولس انترفيس دي ليها خصائص معينة، يعني ممكن تخليها تنور زي ما وريتكم كده عشان تنبهك لحاجات معينة، زي مثلا البطارية لما تقل 20%، او تنور لما تشحن الجهاز، او لما يجي لك اشعار، او لما يجي لك مكالمة. واكتر حاجة عجبتني بقى، اكتر تنفيذ ليها ممتاز جدا، وهو انك لما تعمل تايمر. انا دلوقتي لو عملت تايمر بصور صورة، كل ثانية هتعدي هيعمل نبضة من البولس شيء، بولس انترفيس. وتقدر تخصص لكل فانكشن من دول اللون الخاص بيه عشان تميزه لو حطت الموبايل على وشه، واللي هي حاجة انا فعليا ما بعملهاش ابدا. يعني عمري في حياتي ما حطيت موبايل على وشه، دايما بحطه على ظهره، ومش قادر اتخيل ان انا ممكن اعمل كده، خاصة لان هنا كسوفت وير في اولوز اون ديسبلاي فانكشنال جدا، وبتعمل كل حاجة حرفيا، بتعرض الساعة وبتعرض النوتيفيكيشنز وبتعرض نسبة البطارية، فأكيد دي أولى إن أنا أشوفها. ولكن لا يمكنني إني أنكر إنها يعني شكلها روش، يعني الشيء ده شكله روش. المهم بقى اللي أنت هتمسكه في إيدك وتبص عليه وتتفاعل معاه، معاك ماسكة جهاز خرافية، خامات فخمة جدا من أفخم الموبايلات اللي مسكتها حقيقي. كان نفسي بس الهيكل ده كمان يبقى محمي ضد المية عشان تجربة الفلاكشيب تبقى كاملة. معاك كيرف في الظهر كده بيديك ماسكة مريحة جدا، ولكن مش معنى كده إن في كيرف قدام، لا، الشاشة فلات، شاشة خرافية تقريبا بدون حواف خالص، الحافة اللي تحت صغيرة جدا، وبتصميم الخرم للكاميرا سيلفي. والشاشة هتديك مواصفات وتجربة فلاكشيب. شاشة حجمها 6.7 إنش، ريزولوشن فول اتش دي بلس، شاشة 10 بت تدعم المليار لون، طبعا شاشة اموليد بسطوع يثبت على 1100 نتس في البيت، ويوصل في اشعة الشمس ل 1400 نتس. واهم حاجة بقى واهم ميزة فيها فعلا يعني انها شاشة 144 هرتز. الشاشة سلسة بشكل رهيب يا جماعة، مش ممكن، فرق كبير جدا عن 120. واحلى حاجة انك تقدر تجبر التطبيقات كلها انها تشتغل على التردد ده، وطبعا تفشخ البطارية، بس تاخد تجربة في قمة السلاسة، متعة في الاستخدام حقيقي. انا قاعد بلعب الجهاز، ويمكن يعني اكتر حاجة ببسطت بيها هي تجربة السلاسة بتاع الشاشة وكمان سطوعها. وهي مش بتقدم اعلى المواصفات لو قارنتها بالفلاكشيبس الغالية، بس بما ان ده موبايل المفروض ان هو مش هيتسعر تسعير فلاكشيب، انا مش عارف سعره كام الصراحة، بس هو مش سعر فلاكشيب اللي هو بيتخطى حاجز الـ1000 دولار، فعلى الفئة دي شاشة ممتازة الصراحة. وكمان مدفون تحتها قارئ بصمة اوبتيكال وسريع جدا، هو بس مكانه رخم شوية، مكانه تحت كده يعني فيبقى صعب الوصول اليه شوية، بس هو سريع وده المهم. وكمان معاك سماعات ستيريو من افضل السماعات اللي سمعتها في موبايلات الاندرويد، سماعات فلاكشيب ليفل. وريلمي محافظة في الجهاز ده على حاجة استثنائية جدا، وهي الاير سنسور عشان تستخدم الموبايل كريموت. بس لو بتستخدم الموبايل كموبايل مش ريموت هتبسط جدا من الاداء. الجهاز بالرغم من انه مش بيجي باحدث معالج فلاكشيب اللي هو السناب دراجون 8 Gen 2، لا انت معاك هنا جين 1 بلس، الا ان الاداء طياره. معاك هنا كمان 16 جيجا بايت رام ومساحه داخليه
1 تيرا بايت بسرعه يو اف اس 3.1. هي مش اسرع مساحه داخليه موجوده، في اسرع من كده في يو اف اس 4 دلوقتي، بس 1 تيرا بايت على موبايل مش هيتسعر بسعر فلاجشيب. فاللي هو انتوا متخيلين ان الايفون ال1 تيرا بايت سعره كام؟ فريلمي مقدمه حاجه مغريه جدا الصراحه. عاوز احكي لكم على حاجه، انا بس حاسس الفيديو ده هيطول مني بس ربنا يستر. انا بس عايز احكي على حاجه سريعه، انا من ساعه ما مسكت الفايند اكس 6 برو وانا هموت استخدمه كموبايل رئيسي، بس السوفت وير كولر اس الصيني بشع بشكل لا يطاق. واكتر حاجه مضايقاني فيه ان التطبيقات اللي هي انا بستخدمها طول الوقت مقفوله على 60 هرتز، فخلاص بستخدم بيكسل او بستخدم الالترا شويه. المهم لما جربت الموبايل ده قلت يعني كولر اس هنا عظيم، ليه الفايند اكس 6 مش كده؟ ده انا بخلي كل التطبيقات على الريفرش ريت اللي انا عايزه. فقعدت استخدمه كموبايل رئيسي شويه، بس يعني ايه، انا حاليا بعيط ان الفايند اكس 6 برو مش نازل عالميا، واللي هي حاجه انا متضايق منها من ساعه ما نزل بس ضايقت اكتر. المهم نرجع للفيديو. اداء الريلمي جي تي 3 حاولت اضغط عليه جدا عشان اجيب اخره. ريلمي بتقول انها حاطه هنا تبريد من نوع خاص عشان الجهاز ما يسخنش في الشحن طبعا وفي اللعب. فجربت لعبه اسمها جينشن امباكت، دي من اتقل الالعاب الغشيمة جدا على اي جهاز، حجمها فوق ال 20 جيجا بايت يعني، والجهاز فعليا ما سخنش معايا ولا ثانية. لعبت بتاع ساعة وشوية لقيت الجهاز 60 هرتز مقفولين ما بيتغيروش، لو نزلوا بينزلوا في لحظات معينة كده ل 50 هرتز ويرجع تاني يرد لل 60 هرتز، ومفيش أي مشاكل سخونية واجهتني. الحاجة الوحيدة اللي ممكن تواجهك كمشكلة هي عمر البطارية. مع تشغيل أعلى إعدادات وأعلى ريفرش ريت في كل التطبيقات وتعالية البرايتنس على الآخر وتشغيل وضع الجي تي مود، انا كنت مقفورها قوي يعني، دي معامله عبيد شويه، فانت لو مش هتعامله كده ممكن يقعد معاك احسن شويه، بس هو قعد معايا 3 ساعات شاشه شغاله بس دي افوره. والجي تي مود ده اصلا يعني بيعلي كل حاجه على الاخر وبيرمي كل الاعتبارات بتاعت الحفاظ على الطاقه في الشارع، فانت لو مش هتعمل كده ممكن يقعد فتره اطول. بس بكل تاكيد عمر البطاريه مش هو الشيء الجذاب اللي في الموبايل ده، الجذاب هو ان انت حتى لو هتدوس عليه قوي كده وتاخد 3 ساعات بس تشغيل، انت هتديله شحنه ربع ساعه تاخد 3 ساعات كمان. هو سرعه الشحن هي الشيء الجذاب مش عمر البطاريه. خلينا نخش بسرعه على الكاميرات. معانا هنا 3 كاميرات خلفيه، كاميرا اساسيه بسنسور كبير، نفس السنسور اللي في الكاميرات الثانويه بتاع الفايند اكس 6 برو، او نفس السنسور الاساسي بتاع موبايل زي ون بلس 11. سنسور سوني 50 ميجا بكسل، سنسور كبير، سنسور محترم جدا، وقدامه عدسه F1.9 بتدعم التثبيت البصري الاو اي اس، ومع كده كمان كاميرا الترا وايد 9 ميجا بكسل. ايه ده بجد 9 ميجا بكسل ولا انا كاتب غلط ولا ايه؟ يعني ايه كاميرا 9 ميجا بكسل؟ ده جديده دي. هي كاميرا 8 ميجا بكسل عادي، وكاميرا ميكروسكوبيه 2 ميجا بكسل. خلينا يلا نتفرج على نماذج الصور. معالجه الالوان من الكاميرا الاساسيه خرافيه، تشبع مرضي للعين جدا وكونتراست ممتاز، اكاد اجزم انه نفس معالجه الفايند اكس 6 برو. صورت صور حلوه قوي في كل الظروف، بالنهار وساعة المغربية وساعة الشروق وفي إضاءة متوسطة، وبالليل النايت مود بينور الضلمة بشكل مبهر. المشكلة الوحيدة في أسلوب المعالجة هو إنه كتير قوي بيأفور في تفتيح المشهد، هو مش بيلسع حاجة بس بتحتاج ترشيده شوية، يعني دي الصورة اللي هو واخدها ودي الصورة اللي أنا أخدتها لما وطيت البرايتنس. الكاميرا الألترا وايد مش بتحافظ على نفس التفوق من ناحية التفاصيل، فيها شوية هيز كده وزغللة، بس ألوانها جميلة جدا وبتديك اللوك الروش بتاع الألترا وايد المحبوب جدا، وبتشتغل بالليل مع وضع النايت مود ولكنها مش بتديك أحسن صور. طبعا عندك أوبشن المايكروسكوب اللي بيخليك تقرب جدا وتعمل كروب كمان حتى 40 إكس، بس الحقيقة أنا مش بشوف ده شيء مغري لأنه عاوز بيئة منورة جدا ومفيش أي فرصة اهتزاز عشان تعرف تلقط صورة. شايفين الوردة دي؟ كان عليها نملة ودي 60 محاولة مني عشان ألقط الصورة وفشلت. كنت أفضل الكاميرا زوم بدلها عشان ما يبقاش الماكسيمم زوم بتاعي يعمل كده، وعشان أعرف أستخدم البورتري هات اللي هنا كويسة جدا بس وايد، وأنا بحب الكلوز أكتر. كاميرا سيلفي ممتازة، ألوان جلد ومعالجة ريلمي عظيمة جدا، بتميل لتفتيح زيادة برضو في بعض الظروف، بس زي ما قلتلكوا ارشدها وهتديك نتيجة أحسن. الفيديوهات ما عجبتنيش قوي كتفاصيل وألوان. 1080p من كل الكاميرات مع إمكانية التنقل أثناء التصوير، ده كلب فضولي جدا وأنا بصور حب يجي ياخد بوزز قدام الكاميرا عشان يتصور فصورته. وال4K هو من كاميرا خفيه بس ومش احسن كتير في الشاربنس، والوان الجلد بينك شويه. انا منبهر من حاجات كتير جدا في الموبايل ده، مش بس الشحن. ريلمي عامله موبايل استثنائي، لازم تحطه في الاعتبار ان ريلمي مش شركه بتعمل فلاجشيبس، فالجي تي سيريز بتاعهم هي الفئه اللي هي ستيل متوسطه، بس احنا بقى بنعمل فيها حاجه استثنائيه حتى الفلاجشيب مش عارف يعملها. وبالتاكيد سرعه الشحن هي الشيء الاكثر بروزا وتميزا
وهي اهم حاجه ريلمي بتركز عليها في التسويق. بس بالرغم من ده كله انا في حاجه تانية عجباني كموبايل عادي، يعني التصميم عجبني عادي، تجربه الاستخدام وانه سوفت وير جلوبال وسوفت وير محترم جدا جدا، جهاز سريع جدا طلقه بالرغم من انه مش جايب احدث شبايه من كوالكوم ولا اسرع مساحه داخليه. الكاميرات عجبني فيها ان الكاميرا الاساسيه باللوك ده وبالالوان دي جميلة جدا الصراحة، وكاميرا سيلفي كمان، بس متضايق ان مفيش اوبشن لحاجة تانية اكثر افادة زي كاميرا تليفوتو، يعني كاميرا الميكروسكوبية دي مش هفهم بيها ايه صراحة. ده غير ان الفيديو كواليتي ما هياش فلاكشيب ليفل زي ما الصور كده، ومفيش حماية ضمنية، دي حاجة زعلتني شوية. وكمان وانا بنقل الداتا من الموبايل ده للكمبيوتر لقيت ان سرعات النقل بتاع اليو اس بي سي ده قليلة شوية، شوية التفاصيل الصغيرة دي كانت هتخليه بجد يعني فلاكشيب، ممكن يرجع تاني مصطلح قاتل فلاكشيب. بس كده، هو ده كل شيء هقوله. شكرا ليك جدا على المشاهدة، اكيد منسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، وقولوا لي في الكومنتات ايه رأيكم في الريلمي جي تي، ازاي موبايل زي ده ممكن يأثر على حياتك في فكرة ان الشحن السريع، وعاداتك في الشحن ممكن تتغير ازاي. شاركوني كل آرائكم وافكاركم في الكومنتات تحت، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام. We'll be right back.